يا نور الله أتانا، يا أملا في دنيانا، جئناك كتاب الله نتلوك بنبض هوانا، نتنافس نبعث نورا قبزا من هدي رسولي للأقصى فاضع بيرا، فحروف الآي دليلي، جئناك كتاب الله نحن مزامير الأقصى، جئناك كتاب الله نحن مزامير الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أعزنا بهذا القرآن. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في هذا اللقاء الختامي حيث إعلان النتائج ضمن مسابقة مزامير الأقصى لأجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم للأطفال في مدينة القدس. هذه المسابقة التي تمت إقامتها لأجل استخراج المواهب والأصوات الجميلة في تلاوة القرآن الكريم في مدينة القدس، لأجل متابعة هذه الأصوات ولأجل إظهارهم. فالله تعالى أعزنا بهذا القرآن الكريم، والصوت الجميل الحسن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان يحبر القرآن تحبيرا، فالصوت الحسن الجميل لا شك أنها رسالة واضحة وجلية، وهو رفعة وشرف، وما أحوجنا لإظهار هؤلاء النجوم الأبطال الأطفال الكواكب في هذه الظروف العصيبة الصعبة في هذا المكان، في مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهنيئا لهذه المنافسة الطيبة الشريفة التي هي تتعلق بصوت جميل حسن في تلاوة القرآن الكريم. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. طيب، فاز في مسابقة مزامير الأقصى 8 طلاب وطالبات، توزعت هذه المناصب على 8 طلاب من 4 مراكز. المركز الرابع كان من نصيب الطالب خالد عليان، تفضل. يا نور الله أتانا، يا أملا في دنيانا، جئناك كتاب الله نتلوك بنبض هوانا، نتنافس. تقدم لهذه المسابقة 145 طالب وطالبة من القدس. في المرحلة الثانية من المسابقة تأهل منهم 42 طالب وطالبة، وفي المرحلة النهائية التي تمت تصفياتها في هذا اليوم تأهل منهم 8 طلاب وطالبات، حصلوا على 4 مراكز. وهي عندنا المركز الرابع خالد عليان من بيت صفافة، عمر 8 سنوات. شجعوه يا جماعة، شجعوه. قديش تحفظ من القرآن يا خالد؟ أنا 7 أجزاء ونص. ما شاء الله، إن شاء الله بتمهم ببركة أهله وبفضل أهل القرآن الكريم. كمان في المرتبة الرابعة
كان في عندنا الطالب محمد نور أبو خضير تنافس على هاي المرتبة. خالد عليان ومحمد نور أبو خضير، تفضل يا محمد. يا نور الله أتانا يا ملا في دنيا. محمد نور أبو خضير، يعني قديش عمرك؟ 10 سنوات. وقديش تحفظ من القرآن؟ 24 جزء. قديش تحفظ من القرآن؟ 24 جزء. تبقى مدينة القدس ولادة بأهل القرآن وبحفظة كتاب الله عز وجل إن شاء الله. الله أكبر. محمد نور طبعا من الجدير بالذكر إنه من مقلدين الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تمام؟ بارك الله فيك يا محمد. المرتبة الثالثة تنافس عليها شخصين. المرتبة الثالثة طالبة زينة أبو حماد، تتفضل مشكورة. جئناك كتاب الله. يا زينة. نحن مزامير الأقصى. زينة عرفينا، احكي لنا شوي قديش عمرك، قديش بتحفظي من القرآن؟ عمري 15 سنة، بحفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم. بارك الله فيك يا زينة. يا نور الله أتانا يا أملا في دنيا. المرتبة الثالثة كمان كانت من نصيب الطالب سيف الدين الزرو. نتلوك بمددها. سيف احكي لنا قديش عمرك؟ انا عمري 12 سنة، اتم من الحفظ 8 اجزاء من القرآن. ما شاء الله عليك. كتاب الله احيانا وبالتوحيد اوصانا، ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا، سوى القرآن لا نرجو شريعته لنا نهجو، وفي آياته عبر وأحكام بها ننجو، يحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير وبالطاعات يأمرنا. ما شاء الله عليك يا سيف، تشجيع لسيف، بارك الله فيك. يا نور الله أتانا. المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد أبو خاطر. نتلوك بنبض أحمد. نتنافس نبعث نورا. عمري 13 سنة وأحفظ 13 جزء من القرآن الكريم. قومي يا أرض لنا اهتزي، فالعز لدين العدنان، لن نركع أبدا لن نخضع، وسنوقظ نوم الإنسان. قومي يا أرض لنا اهتزي، فالعز لدين العدنان، لن نركع أبدا لن نخضع، وسنوقظ نوم الإنسان. المرتبة الثانية كمان كانت من نصيب الطالب محمد وزوز. يا نور الله. ما شاء الله عليك يا محمد. أتانا يا طبعا محمد جهاد وزوز من الأصوات الندية، وكلها أصوات ندية من الفائزين ما شاء الله عليهم. كانت قراءته هذه المرة قراءة خاشعة، يعني تلقيناها بقلوبنا قبل آذاننا، فما شاء الله عليه وبارك الله في أهله وفي من علمه كتاب الله عز وجل. احكي لنا يا محمد عنك، كم عمرك، شو بتحفظ؟ عمري 12 سنة بس مقصر بحفظ القرآن، بس إن شاء الله بحفظه. ما شاء الله، ما شاء الله عليك. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. أحسنت يا محمد، ما شاء الله عليه. يا نور الله أتانا. يا حافظ القرآن، يا تالي الذكر، أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. اقرأ كتاب الله في رقة وأناه، وتفكر في معناه تنجو مدى الدهر. أيها الأوائل، هذا تكريمكم في الدنيا، فكيف بتكريمكم في جنات رب العالمين؟ هنيئا لكم هذا الصوت الجميل،
وهذه التلاوة المضبوطة الراقية الماتعة الخاشعة. وما أذن الله كما في الحديث، ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومع المرتبة الأولى والفائز الأول بمسابقة مزامير المسجد الأقصى المبارك مع الطالب محمد علاء شنطور، فليتفضل مشكورا. يا نور الله أتانا يا ملا في، ما شاء الله. هذا الطالب طبعا لم ينتقى فقط لحسن صوته وإن كان مميزا في ذلك الحسن، وإنما انتقيناه أيضا لضوابط في تقييمه، من أهمها الإتقان والتجويد والصفات والمخارج، وكذلك خبير المقامات الصوتية الدكتور مجد الهدمي أعطاه درجة عالية في إتقانه للمقامات الصوتية، وهذا يندر أن يوجد في جيله من يعرف ويتقن المقامات الصوتية، وللدكتور مجد أن يختبره في ذلك على التصوير. اختبره. طيب أنا بدي أقرأ في مقطع وبدنا نشوف كيف راح تقدر تكمله على نفس الطبقة والمقام الصوتي إن شاء الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال. أكمل. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. طيب هذا مقام الكرد، خلينا نشوف. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الكافرين. سنتم سنتم ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله على هذه القراءة الطيبة. أخي محمد لو سمحت أن تعرفنا أكثر بنفسك وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل ومن أي قرية أنت؟ أنا المتسابق محمد علاء ودي شنطور من قرية شرفات، أبلغ من العمر 16 عاما، والحمد لله أتممت حفظ كتاب الله كاملا. الحمد لله، ما شاء الله، نفع الله بعلمك وبحفظك وتلاوتك وجعلك الله من الدعاة في سبيل الله بصوتك وخلقك وحفظك، اللهم آمين. أما الآن مع الطالبة المتميزة المتقنة في تجويدها وضوابطها والصفات والمخارج، صاحبة القراءة الندية الخاشعة، الطالبة بينة عروة عكرمة صبري، فلتتفضل مشكورة مع المرتبة الأولى طبعا مكرر. يا نور الله أتانا يا ملا في دنيانا. اسمي بين عروة عكرم صبري، عمري 13 سنة، بحفظ من القرآن الكريم 22 جزء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. بينا يعني أريد أن توصلي رسالة للبنات والفتيات بهذا الجيل، ماذا تقولين لبنات مرحلتك وجيلك ومن هو أكبر أو أصغر منك من فتياتنا وبناتنا وأخواتنا؟ للفتيات اللي في عمري، هاي رسالة موجهة لكل هاي الأعمار. أول إشي استمروا بالحفظ، استمري بلبسك لجلبابك، استمري بلبسك لحجابك، لأنه هو بالنهاية رح ينفعك في دنيتك وفي آخرتك. ما شاء بس. الله. بينا سؤال، يعني لو أردت أن أسألك سؤالا أو سؤالين. السؤال الأول، ما هي أحب الآيات لقلبك التي يعني ترتاحين عند قراءتها تسمعين إياها إن شاء الله عز وجل؟ والسؤال الثاني،
إذا أردت أن تشكري أحدا لهذه النعمة التي أنت فيها بعد الله سبحانه وتعالى وبعد قدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من البشر، من تشكرين في ذلك يا بينة؟ أول إشي أكيد بشكر أمي وأبوي لأنهم هم اللي وصلوني لهذه المرحلة، بلشوا بتشجيعي وبلشت من أنا صغيرة بهذه المرحلة لعبين ما وصلت لهذه المرحلة. بارك الله لك في والديك وبارك فيهما لك إن شاء الله. أسمعين شيئا من كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله فيك ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. هذا هو القرآن الكريم وهذه هي بيت المقدس، وأطفال وزهرات بيت المقدس يتألقون ببركة هذا القرآن العظيم. فيا أيها الأحبة في الله، ختامها مسك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. روضوا على منهج القرآن أنفسكم، يمدد لكم ربكم عزا وسلطانا، شتان ما بين تشريع أهل الأرض لكم وتشريع رب السماء شتان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نور الله أتانا، يا أملا في دنيانا، جئناك كتاب الله نتلوك بنبض هوانا، نتنافس نبعث نورا قبزا من هدي رسولي، للأقصى فاضع بيرا فحروف الآي دليلي، جئناك كتاب الله نحن مزامير الأقصى، جئناك كتاب الله نحن مزامير